انضم لينا عبر الهاتف دكتور حاتم عبد العظيم استاذ الشريعه. دكتور حاتم، خليني اسال حضرتك سؤال مباشر. النهارده بنتكلم عن انه في عقوق للوالدين بيحصل لما الاب بيكبر فبيتركه يخرج ويضيع، او حتى لا يتم او لا تتم الرعايه المناسبه له، او بيصل الحال انه بعض الابناء بيقوموا بالاعتداء على الاب بشكل او باخر. راي الاسلام في ده ايه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تحياتي لحضرتك أستاذ حسام ولمشاهديك الكرام وضيوفك الكرام. شكرا لك. الحقيقة الإسلام جعل بر الوالدين مقرونا بعبادة الله وطاعته. نعم. فقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني كما قضى الله سبحانه وتعالى ألا يعبد أحد غيره، قضى بأن يحسن الإنسان إلى والديه. وبعدين تابع الآية معي: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآية فيها احتراز في منتهى الأهمية في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر، وكأن القرآن الكريم يفترض أنه لا يمكن أن يصل الأب أو الأم إلى الكبر والحاجة إلى المساعدة بعيدا عن كنف وعن جناح ابنه أو أبنائه. إما يبلغن عندك، فمسؤولية الابن عن أبيه أو عن أبويه عند الكبر مسؤولية قرآنية واضحة جدا، والله سبحانه وتعالى رتب على كبر الآباء حقوقا واضحة مستقرة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إحسان المعاملة، قضاء الحاجات، الرعاية، المساعدة، الإنفاق، الكلمة الطيبة، البسمة الجميلة، الروح المتسامحة الودودة للأبوين، كل هذا واجب على الأبناء نحو آبائهم. أما إنه لما يكبر الأب والأم يتضجر الأبناء منهم ويلقوهم على بعضهم البعض ويودوهم لدور الرعاية الاجتماعية ويسيبوهم قاعدين لوحدهم، فهذا عقوق يعاقب الله عليه في الدنيا والآخرة. ما هو العقاب يا دكتور حاتم، عشان برضو الناس تسمع وتتعظ؟ من يعتدي على والده أو يهينه أو يخرجه من البيت عشان يتوه، جزاء ده إيه؟ شوف يا أخي الكريم، ما من عمل أحرى بأن يعجل الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة من البغي والعقوق وقطيعة الرحم. في أعمال ربنا سبحانه وتعالى قضى أنه لا يعاقب عليها في الآخرة فقط، وإنما لابد أن يعاقب عليها في الدنيا، وكذلك أعمال لا يثيب الله عليها في الآخرة فقط، وإنما لابد أن يثيب عليها في الدنيا. فمن الأعمال التي تعجل مثوبتها في الدنيا بر الوالدين، ومن الأعمال التي تعجل عقوبتها في الدنيا عقوق الوالدين. فمن عق والديه عوقب في نفسه وماله وولده وحياته بدون شك، والأمثلة أمامنا في الحياة لا تعد ولا تحصى. وكذلك الأمر، من بر والديه بورك له في ماله وولده ووسع له في رزقه، وربنا سبحانه وتعالى بيحفظه من كل الأخطار والشرور. بشكرك جدا الحقيقة. نعم، يعني بشكرك دكتور حاتم، سعداء بمشاركتك معنا. دكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الشريعة الإسلامية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.